من مملكة البحرين الغالية علينا معنا الفنان القدير والكبير الفنان أحمد الجميري. يا هلا فيك ويسعد لي مساك وكل عام وانت بخير. يا هلا فيكم وكل عام وانتم بخير وهالكويت كلهم بخير. عيدك مبارك. اليوم يوم نبي نتكلم عن أهل البحرين، شلون العيد عندكم في ظل هذه الأزمة؟ والله العيد عندنا جميل الصراحة، يعني في أشياء واجبة لازم نسويها مهما كانت التضحيات. فطبعا الصباح رحت أنا وإخواني حق الوالد وأخواتي وعيدنا بهم مع بعضنا بعض وسلمنا العيادي حق عيالهم. طبعا العيال ما ياو ولا الأحفاد، ولكن سلمناهم العيادي ورجعنا بسرعة. يعني كان من عاداتنا ان احنا نتغدى العيد مع بعض، لكن لا هالمره علشان هالكورونا غيرنا، فالغدا كل واحد يتغدى في بيته ورجعنا بيوتنا وقاعدين للحين ما طلعنا من بيوتنا. نعم، فحضرتك كثر ما قدرتوا وحاولتوا تلتزمون بقواعد وقوانين أزمة كورونا، الله يعدينا وياكم إن شاء الله على خير. أستاذ أحمد، يعني أنت عارف الجمهور الكويتي إيش كثر يحبك ويتابعك، وأول أغنية حضرتك سجلتها بالكويت اسمها مرحبتين كبار، صحيح؟ أي نعم. أي سنة كان هذا الكلام؟ هذه سنة 69. سنة 69، هل تشوف أن الأغنية الكويتية والخليجية والبحرينية تطورت يعني من الستينات لحد الحين ولا تغيرت؟ وليش للحين إحنا كجمهور وحتى كشباب نحب نسمع القديم والجمهور يحن إلى القديم؟ والله الأغنية الخليجية عموما تقدمت كثير، تقدمت لأن مقومات الأغنية ثلاثة: صوت المغني تقدم جدا، يعني كان على وقتنا الأصوات، يعني كانت الإذاعات ترضى بما دون الممتاز، يعني بالجيد والجيد جدا. الآن لا ترضى أو المستمع لا يرضى إلا بالممتاز. صحيح. كذلك الملحنين تغيروا وطلعوا على التجارب العالم، وليس تجارب فقط الموسيقى العربية والفنانين العرب، لكن اطلعوا على تجارب العالم كله واستفادوا منه في التلحين وفي التجديد في الموسيقى الخليجية. كذلك كتاب الكلمة استفادوا من كانوا متقوقعين قبل في اللهجات المحلية والتاريخ المحلي. الآن بعد اطلاعهم على العالم وعلى المستوى أو ما يغنيه العالم، ما يخاطبه العالم من مواضيع مختلفة، أثرت فيهم وأدت إلى تطوير كلمتهم في هذا المجال. ولكن ليش سبب إحنا اشتياقنا دائما إلى القديم؟ لأن القديم ما في صناعة، القديم كان صادق، يعني من البيئة ومن الطبيعة. فإحنا دائما لما نحب نرجع إلى الشيء الأصيل نقول الله على الزمن الجميل. هو مو بزمن جميل، يعني ما كان في التكييف، ما كان في كان فقر، لكن كانت العلاقات الإنسانية والصدق بين الناس هو الموجود. لذلك ترى الصدق في الأغاني القديمة. جميل. أستاذ أحمد، طبعا اليوم قاعد نشوفك قاعد تجهز بالعود، فأكيد نبي نسمع أغاني قديمة. حاضر، قولوا لي عاد اي اغاني، اي اغنيه قديمه على ذوقك انت، شنو حاب تسمعنا؟ اسمعكم بس يا ريت تقولوا لي ايش تبون. الاقرب الى القلب. هزني يوم الوداع وافترقنا
عقب ما كنّي جميع يا حبيبي هزني يوم الوداع وافترقنا عقب ما كنا جميع تحكم الأقدار وأمر الله مطاع تحكم الأقدار وأمر الله مطاع ما كتب ملزوم حنا له نطيع هكذا الدنيا فراق واجتماع هكذا الدنيا فراق واجتماع والبقى لمصرف الكون الوسيع يا حبيبي يا حبيبي الله. يسلم هالصوت فناننا الكبير أحمد الجميري من رواد الأغنية الخليجية والبحرينية. أستاذي الكريم، هل تشوف أن شباب الوقت الحالي والجيل الحالي يسمعون مثل هذه النوعية من الأغاني ولا ذوقهم تغير واختلف؟ هم يسمعون هذه النوع ويحبونه جدا، لكن للأسف ما يقدمونه، يقدمون رؤيتهم هم، وأنا أحترم رؤيتهم طبعا. نعم. جميل. أستاذ أحمد، هل تشدك الأغنية الجديدة؟ نعم. هل تشدك الأغاني الجديدة تواكبها؟ والله أسمع بعض الأغاني الجديدة نعم، بس يعني مو بكثير، يعني نادرا ما تشدني أغنية، لأن اللي أنشده في الأغنية أنا دائما الصدق في الكلمة وقوة الكلمة وتأثيرها البلاغي وتأثيرها الأدبي أكثر من أن تكون يعني شيء يرقص أو كذا. فيعني نادر، بس في أغاني يعني ما أقدر أقولها لك الآن، لكن يعني في أغاني الحقيقة تشدني. إنزين، وفي فنانين شباب يشدونك موجودين حاليا على الساحة تشوف إن الفنان هذا حقيقي صوته جميل، سواء من يعني العنصر النسائي أو الرجالي؟ والله طبعا فنانين كثير، يعني خاصة محمد المصباح مثلا. نعم. محمد المصباح فنان ينتقي الكلمة من التراث أو من حتى من الأشياء الجديدة، يعني تحس أنه عنده فكر. صحيح. يعني مش فقط مغني، عنده فكر شيء يبي يقدمه للجمهور. كذلك راشد الماجد، كذلك طبعا عندك نوال. صحيح. بس هؤلاء عبد الله رويشي، بس هؤلاء استاذي من الفنانين اللي الحين يعتبرون يعني من الفنانين الكبار، انا اقصد الشباب يعني اللي بعمر العشرينات الثلاثينات. والله اللي في العمر العشرينات الى الان ما شدني احد الصراحه. نعم. الى الان ما شدني احد يعني، او يعني ما حصل لي ان استمع الى اغاني، لان انا استمع لبعض الاذاعات ما يحطون الشباب دي، ما اسمع عندهم يعني. هل أدخل على الكمبيوتر عشان أسمعهم؟ ما يعني ما في يعني إعلام يوصل لي هذه الأصوات. جميل. يعني أنا أتمنى أن في قناة تلفزيونية ملتزمة ثقافيا بالأغنية، بحيث أن تنتقي من السوق أجمل ما يقدم لحنا وكلمة، يعني تفصيلا أغنية ثقافية أدبية جميلة، وتقدم في القنوات دي وننتقدها ويعني نتفاعل معها ونقول رأينا فيها. لكن للأسف ما في، اللي يقدم على القنوات كله رقص وكله يعني. يعني تعتقد أن في تشويه يعني للأغنية العربية؟ نعم. تعتقد أن في تشويه للأغنية العربية أو الخليجية، ممكن في الإيقاعات الغربية، ممكن هذه اللي هي شوهت الأغنية؟ لا، أنا من رأيي اللي شوه الأغنية الفيديو كليب، لأن الفيديو كليب يخلي الشباب ينظر إلى الصورة أكثر من ما يلتقط من الإذن، فلذلك مو مهم عند الإذن، مهم عند الإيقاع والموسيقى والصورة اللي يراها، ما يدقق في الكلمة، ونادرا ما تطلع
الكلمة يعني القوية. جميل. ممكن علشان كذي الأغنية الجديدة ممكن كذي بعد أسبوع أسبوعين تنسي، هذا السبب؟ طبعا هذا السبب، يعني احنا نسمع الأغاني ذي وتمر علينا، ولو أن مرور الكرام لما نكون قاعدين مع ناس وحاطين هالمحطات ونضطر احنا نسمع إذن تلتقط من التلفزيون أو يعني من الفيديو كليبات اللي تعرض تلتقط منها الأشياء ذي، لكن ما في شيء يركز في إذن أو يجذب انتباهنا نقول تعال من المطرب ذي، هذا يقول شيء غير، عنده فكر، عنده موضوع في الأغنية، هذا ما لفت انتباهنا للأسف. نعم، حضرتك كفنان كبير ولك تاريخ كبير جدا في الأغنية البحرينية وأيضا الخليجية، وين دوركم كفنانين كبار في توجيه هؤلاء الشباب ومساعدتهم وخلق جيل جديد وأغنية جديدة تتناسب مع هذا العصر والوقت اللي احنا فيه؟ للأسف ما في تواصل، يعني للأسف، يعني أنا لما كنت موظف في وزارة الإعلام عندنا أو في الثقافة كنت مدير فرقة البحرين للموسيقى، وكان كل المطربين اللي يجون الشباب ينتمون إلى الفرقة ذي ويبتدون مع الكورال ويتدربون، كنت دائما أدربهم على كيف يختارون النغم وكيف يختارون الأغنية وكيف يختارون الأداء، يلجون إلى الأداء التراثي الموجود في الخليج وكانوا يحبون ذي الشيء، لكن للأسف أعتقد أن السوق يفرض عليهم شيء ثاني. لما يدخلون في سوق الأغنية تصير صناعة وتخلق لهم، تطلعهم من المود اللي لأن تعلمون. الجمهور لأن الجمهور يبي كذي أستاذ أحمد، الجمهور يبي كذي، او المحطات اللي تقدم الفيديو كليب تبي كذي. نعم، اتوقع يعني رايك لو قاعد يسمعون الكثير من الفنانين الشباب المفروض يعيدون ترتيب اوراقهم وحساباتهم مره ثانيه. استاذ، اغنيه شويخ من ارض مكناس، يعني حضرتك اللي يعني غنيتها وحققت نجاح كبير جدا جدا، واحنا تونا سمعناها من خلال التقرير، إذا طلبناها منك الحين ممكن نسمعها؟ إيه حاضر، تفضل. طبعا هي من أشهر الأغاني، بس ما في أجمل ولا أحلى من أستاذ أحمد الجميري اللي غناها. تسلم. شويخ من أرض مكناس وصل الأسواق غني، شعل أيام من الناس وشعل الناس مني، شويخ من أرض مكناس وصل الأسواق غني، شعل أيام من الناس وشعل الناس مني، شعل يا صاحب من جميع الخلايق، افعل الخير تنجو واتبع للحقايق، شعلي يا صاحب من جميع الخلايق، افعل الخير تنجو واتبع للحقايق، لا تقل يا ابني كلمة إلا إن كنت صادق، لا تقل يا ابني كلمة إلا إن كنت صادق، خذ كلامي في قرطاس واكتب وحرز عني، مش علي أنا من الناس مش على الناس مني، ثم قول مبين ولا يحتاج عبارة، مش على حد من حد افهموا للإشارة، ثم قول مبين ولا يحتاج عبارة، مش على حد من حد افهموا للإشارة، وانظروا كبر سني والعصا والغرارة، انظروا كبر سني والعصا والغرارة، هكذا عشت في فاس وكذا هوني هوني، مش علي أنا من الناس مش على الناس مني، يا إلهي رجوتك جد علينا بتوبة، بالنبي قد سألتك والكرام الأحبة، يا إلهي رجوتك جد علينا بتوبة،
للنبي قد سألتك والكرام الأحباء الرجل قد شغلني وانا معه في نشبة الرجل قد شغلني وانا معه في نشبة قد ملا قلبي وسواس من ما هو يبغي مني مش علي دم الناس مش على الناس مني شويط من أرض مكباس وسط الأسواق غني مش علي دم الناس مش على الناس مني مش علي دم الناس مش على الناس مني مش علي دم الناس وش على الناس مني. الله الله عليك الفنان القدير أحمد صاحب الصوت الجميل المميز وتم الأغنية القديمة هي الأغنية الجميلة المميزة اللي دائما نسمعها قريبة أكيد من الروح. أستاذ أحمد في أعمال جديدة قاعد تحضر لها الفترة الجاية؟ والله قاعد أحضر لي أعمال جديدة. في عندي أعمال للشيخ عيسى بن راشد الله يرحمه رحمة الله، عندي عملين إن شاء الله قاعد أحضرهم، وعندي بعض الأفكار بعد، ولكن ما بنزلهم كيعني كألبوم، بحاول أنزلهم كسينجلز يعني اللي تجهز بنزلها إن شاء الله. جميل. نعم. كل الشكر لك أستاذ أحمد، اليوم استمتعنا أكيد معك، وشكرا على هذا الوقت اللي أعطيتنا أكيد من هذا الوقت ثمين لأن اليوم أول يوم العيد فأكيد لاهي مع الأهل. كل الشكر لك، شكرا. العفو وكل عام وانتم طيبين. نعم، كل الشكر والتقدير للفنان الكبير أحمد الجميري من مملكة البحرين إلى جمهورية مصر العربية. تبون تشوفون منو أو شنو عندنا؟ شوفوا هذا التقرير.